أحسنت. الحل هو خضوعكم أول شيء، يعني أول شيء 3 مطالب بليتوها وشربتوا ميتها، بعدها 6 مبادئ أيضا بليتوها وشربتوا ميتها، وفي الأخير قلنا لكم، وقالها الشيخ تميم، رفع الحصار بعدها التفاهم. وش اللي صار؟ رفعتوا الحصار خاضعين. اللي صار بالضبط هو أنكم طرت ووقعت وسكرت حدودكم، وطبعا نحن نطالب بإغلاق الجزيرة ودادا بدادا، وبعدين في الأخير ايش سويتوا؟ رجعتوا وعرفتوا حجمكم، وحتى ولي عهدكم يلا حيه يلا حيه يا ناولت المملكة، عرفت، رحبها غصب مورا خشمه، طرق مورا خشمه، لا وعاده بعد يلمه، أشر له الشيخ تميم بسلام كورونا كذا على الصدر، لكن الدب منفلت. مشكلة صراحة. المشكلة أنت كمواطن مدعوس، مفترض أنت ما تنظر الأمور دي، أنت خلك في ضريبة القيمة المضافة، شوف يعني وش تحصل بكرة، يعني أنت مو عندك أمور داخلية ومشاكل حلها أول حاجة، بعدين يعني لاحق على السياسة. يلا الله إن شاء الله يعينكم ويفرج عنكم بأمان الله.